فبرضو حاجه اخيره عايز اقولها لحضراتكم، لا الحقيقه لا توجد اي تعديلات جديده في الجهاز الفني. كابتن سامي قمصان مستمر في منصبه، مستر ميشيل يانكون مستمر حتى هذه اللحظه، مفيش اي تغييرات. على فكره النادي الاهلي عندما يريد ان يحدث اي تغييرات بيطلع ويقول يا جماعه انا مشيت اسلام وجبت محمد زي ما حصل. فيا ريت يا جماعه ناخد بالنا، الناس اللي بتحاول تحط لنا السم في العسل من خلال السوشيال ميديا، محاولاتكم فاشله ومعروفه ايه هي الاهداف. الهدف الرئيسي هو احداث بلبله داخل صفوف النادي الاهلي واثاره راي عام على السوشيال ميديا. ان شاء الله الموسم اللي جاي هيبقى فيه تحديات كبيره جدا جدا امام الجهاز الفني، اما اهمها الحفاظ على 5 بطولات اللي مستر كولر ورجال النادي الاهلي نجحوا في التتويج بيهم خلال الموسم الحالي. لان يبدو ان تتويج النادي الاهلي ب5 بطولات في اول موسم لمستر كولر، يعني البعض خاف، البعض عنده متضايق زعلان منزعج، الخوف من الهيمنه وسيطره النادي الاهلي على البطولات زي ما كان الحال في معظم سنوات هذه الالفيه. وانا بقول لهم اهو وصريحه، الاهلي عازم ان شاء الله على السيطره والهيمنه على كل البطولات.